لقطات تانية عايز أوريها لحضراتكم. وبالمناسبة أنا شخصيا واحد من بعض من لا يشجع النادي الأهلي كلمني في التليفون وقال لي بعد ماتش الأهلي والزمالك، قال لي إيه؟ قال لي لا لا إحنا عملنا حاجة جامدة جدا. المهم يعني حوار لحضراتكم لقطتين، هحسب كل لقطة بجون، هحسب كل لقطة بجون، زي ما البعض من لا يشجع النادي الأهلي والله العظيم والله في ناس كلمتني قالت لي كده. هوري حضراتكم اللقطة الأولانية، ورينا اللقطة الأولانية يا سمير. دي اللقطة الأولانية هنحسبها بجون كده، النتيجة 4-2 هنحسبها لكم بجون ماشي زي ما بعض اللي بيقولوا لي. طيب اللقطة التانية هنحسبها لك بجون برضو، ما تقلقش، ورينا اللقطة التانية. هي دي كمان هحسبها بجون كده، هتظل المفاجأة بقى ان النتيجة هتفضل برضه، هتطلع خسران 4-3، الاهلي كسبان 4. الحقيقة انا دايما ببقى مشفق على اللي بيحاول ان يغير من وجهة النظر. يعني ايه؟ لو يعني في بعض الامور دايما لما بتغلب وببقى عارف ان انا غلطان، لما بتغلب وببقى عارف ان انا اللي غلطان كمدير فني، لازم اعمل حاجه تخلي الناس تقول ان انا بطل. وخد بالك دايما لما النادي الاهلي بيفوز بنتيجه كبيره، خد بالك من اللقطه دي، تلاقي الاعصاب بتفلت وبيحصل تصرفات بعيده عن السلوك الرياضي والروح الرياضيه، على الرغم من ان هناك كان احترام كبير جدا جدا. انا بشكر لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك على هذا الاحترام الكبير ما بينهم، لان هذه هي كرة القدم المصرية. مهم يا أخي، لازم نتقبل الهزيمة. كرة القدم مكسب وخسارة وتعادل. يعني لو حتى أنا حسبت الكورتين دول أو اللقطتين دول بجونين، أنت هتطلع خسران. بيفكروني بحصل ليه، أنا بقول لحضراتكم الكلام ده، بيفكروني باللي حصل في ماتش 2-0 في السوبر في مباراة الإمارات، لما فريرة طلع قال لك أصل الهدف التاني اللي سجله الأهلي في الآخر ده ما يتحسبش، عشان لعيبة الأهلي كانوا كتير ولعيبة الزمالك كانوا قليلين، او ما لحقوش يرجعوا للدفاع. فاكرين اللقطه دي او فاكرين الكلام ده؟ انا ما بجيبش كلام انا قلته بالمناسبه. انا عارف ان الهزيمه من النادي الاهلي بتخلي الاعصاب تفلت طبعا، لكن الكلام ده بعيد عن الروح الرياضيه اللي ظهرت بيها المباراه طوالها، طوال 90 او 95 دقيقه بالوقت الضايع. ماتش كوره وديربي، وفي النهايه الاحسن هو اللي فاز. بالمناسبه بعض المدربين واللعيبه بيحاولوا يعملوا اي نمره، اي نمره، عشان لما يكون خسران يطلع يداري على الخساره، والجمهور يقول له ايه؟ عاش، انت جامد، هايل، رائع. بس مش هو ده اللي بيوصل للمنافسه، اللي بيوصل للمنافسه اللي فوق اللي انا اتكلمت فيه في الاول، سحر النادي الاهلي، اللي هو يا عم اشتغل على نفسي. انا مالي انا ومالي الانديه الاخرى؟ انا اشتغل على نفسي. اللي انت بتعمله ده مش هيخليك مدرب جامد، ولا هيخلي اللعيب مفيش زيه. المهم النتيجه، المهم البطوله، مش مهم النمره اللي بتتعمل. فلقطه زي بتاعت محمد عبد المنعم ولا ياسر ابراهيم اللي هو بيعمل الكره كده، واحد ماشي بيعمل الكره كده بيورينا ان هو لعيب. انا بحب لعب محمد عبد المنعم، اهو الراجل هتجيله الكوره بيعمل اللعبه عادي، الناس بعيده عنه، واقفين بعيد عنه. انت لماذا تحاول ان انت تخلق مشكله؟ الفريقين ناس محترمه ولاعيبه على اعلى مستوى، سواء الاهلي او الزمالك. بصراحه خلينا نتكلم بمنتهى، الناس محترمه ولاعيبه على، وخلي بالك النتيجه كانت 1-0، ما كانش فيها استهزاء ولا الكلام اللي بيتقال دي، ولا ليس فيها اي خروج على النص من وجهه نظري. يعني هو انت لما تبعد مايك قناة النادي الأهلي هتحسب لك؟ احنا قلنا هنحسبها لك بجون يا سيدي، مفيش مشكلة. بالمناسبة أنا أرى
ان هو مدير فني جيد، ما عنديش مشكله، ما بتكلمش من الناحيه الفنيه، ولكن ركزوا مع لعيبتكم. ما حدش ركز مع لعيبه النادي الاهلي يا اخي، والله العظيم ثلاثه، لو اي حد اي حد بقى بشكل عام ركز، اي مدير فني بيركز مع فرقته بيعمل شغل كويس. وبالمناسبه كويس ان لعيبه الاهلي كان عندها اتزان نفسي، كويس جدا. انا اتبسطت لانه لو لا قدر الله كنا دخلنا في مشاكل كتير جدا. يعني شوفوا ياسر، واحترام ياسر لما المدير الفني لنادي الزمالك راح له وقال له كذا كذا، قال له انا مش انا يعني، والراجل قال له معلش وبتاع، محمد عبد المنعم. هذه ليست مبادئ النادي الاهلي بالمناسبه. احنا عمرنا ما نستهزئ بحد، ولا اتخيل ان انا استهزئ بحد. محمد عبد المنعم من اللعيبه المحترمه، عنده بعض الامور يعني بنتكلم فيها دايما، لكن هو من اللعيبه المحترمه. الهدف انا قلته لحضرتك والناس كلها عارفه، الناس كلها عارفه، عايز تبعد عن جماهيرك ان انت السبب في الهزيمه الكبيره، انت والمجموعه اللي شغاله معاكم، انت حر. انا بس حبيت ان انا اوري حضراتكم هو ليه اللي بيحصل ده بيحصل.